أنا كان رأيي من يوم 7 أكتوبر، حرب العدو الصهيوني على غزة، خلاص احنا في شهر 9، يعني كمان أقل من شهر وهيبقى بقالها تقريبا سنة من يوم 7 أكتوبر. وأنا كان رأيي بقول إنه الهدف والمستهدف من 7 أكتوبر أيا كانت مين الأطراف هو مصر. النهاردة وتاني مش أول مرة أصدرت مصر بيان مهم على لسان وزير الخارجية العدو الصهيوني نتنياهو. امبارح قعد كده يعني يتكلم بتاع ساعة كده، ونهاردة مصر رفضت كل التصريحات اللي قالها رئيس الوزراء الإسرائيلي الخاصة بمصر، وقالت إن نتنياهو، مصر قالت إن نتنياهو بيسعى لعرقلة جهود الوساطة. كل ما توصل محاولات المصالحة أو الوصول لهدنة أو لاتفاق أو أيا كانت الاتفاقيات، لازم نتنياهو على رأي ما بيقولوا بالمصري كده يروح إيه عامل كرسي في الكلوب، علشان إيه ده؟ هو إيه الحرب هتقف؟ إيه ده؟ هو إحنا هنوصل لاتفاق؟ إيه ده؟ أنا هيبقى شكلي إيه قصاد الداخل الإسرائيلي؟ وهيبقى أنا موقفي إيه كواحد ارتكب كل هذه الجرائم من وجهة نظر كمان الداخل الإسرائيلي اللي امبارح كان عنده حالة تمرد غير عادية وحالة شلل كاملة كانت موجودة في الداخل الإسرائيلي. بيان مصر الخارجية المصرية كان في غاية الأهمية. خليني أرحب بالدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية. دكتور حسن مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ عزة، أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك، أهلا بك. لمتى حيظل نتنياهو يعني يحتك بالجانب المصري ويقول ويدعي ويتهم كل هذه الاتهامات؟ يعني حضرتك تعلمي انه دي ليست المره الاولى زي ما حضرتك اشرت يعني، ولن تكون الاخيره. في كل مره يعني اسرائيل قامت على الاكاذيب والادعاءات يا استاذ عزيز. نعم. ويمكن مصر كانت اكثر دوله طالتها هذه الاكاذيب والادعاءات، وحضرتك تتذكري يعني في وقت محكمة العدل الدولية حين سندت مصر قضية جنوب افريقيا نالها الكثير جدا من الادعاءات والاكاذيب. واضح جدا ان حالة الهذيان السياسي اللي اصابت يعني نتنياهو جعلته يقول ما يقول، لكن الرد المصري اعتقد انه كان رد حاسم وقوي وواضح ومؤكد في الموقف المصري، انه رفض كل هذه التصريحات، رفض حتى فكرة الاستفزاز، لانه كما تعلمين الهدف هو جر مصر واستفزاز مصر. ليس الهدف فقط هو استهداف حماس او استعاده المحتجزين زي ما يروج، لا، هو استفزاز مصر واظهار ان اسرائيل فوق القانون، فوق الجميع، مدعومه امريكيا. مصر دوله كبيره لديها العديد من السيناريوهات التي تتعامل معها سياسيا وعسكريا وغيره لكل حدث حديث، لكن تصور انه الموقف المصري واضح ومؤكد، رفض تصفيه القضيه دي حاجة، استمرار الجهود المصرية للسلام. يعني شوفي رغم كل هذه التحديات جه البيان ليؤكد ان مصر ما تزال مستمرة في جهودها للتوصل الى حقن دماء الفلسطينيين. مين اللي كل مرة بينسف مفاوضات السلام؟ هو نتنياهو. في كل مرة نقترب فيها ولو نظريا من هدنة نفاجأ بضغوطات، املاءات، محاولات فرض شروط، لانه هو مش عايز ده، مش في مصلحته طبعا. ليست له مصلحة سياسية في الموضوع. المسألة ليست عسكرية. الموافقة على الهدنة تضر نتنياهو طبعا، تضره تضره، لأنه يا إما هيحاسب على هذه الجرائم إن كانت هناك محاسبة داخلية، أو هيحاسب جنائيا ودوليا على هذه الجرائم، لأنه ارتكب جريمة إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني وما يزال يرتكبها. وشوفي من عجب التبجح السياسي أنه في نفس الخطاب اللي كان بيتحدث فيه عن مصر والكلام ده كله، أظهر خريطة لا توجد فيها الضفة الغربية. يعني شوفي التبجح السياسي، يعني ده معناه ان هناك نيه واضحه لدى نتنياهو لاحتلال الضفه. لانه يعني بمعنى اخر انهيار كل المفاوضات اللي تدور حول فكره الدولتين. احنا بنتكلم على ايه بقى؟ طالما هو يعني احتل الضفه، لا حديث عن مقومات دوله فلسطينيه، لا حديث عن اساس حل الدولتين، لانه لا يفيد نتنياهو وليس على الاجنده السياسيه لنتنياهو. من الذي يغري نتنياهو بكل هذه الامور؟ هو الدعم الامريكي اللامحدود زي ما بنقول دايما. دعم سياسي ودعم عسكري ودعم مالي.
محاولة الاستفزاز والاحتكاك بمصر سوف تتكرر في المرات القادمة. صحيح. لكن أنا أتصور أيضا أنه الخبرات الإسرائيلية مع الدولة المصرية سواء سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو دبلوماسيا سوف تمنعها من أكثر من هذا الإجراء. نعم، بس مش تحيزي، وإن كان ده حقي بل بالعكس ده فرض عين عليا، أنه أنا يعجبني الرد المصري دائما. دكتور حسن، هو فكرة الرد المصري لو هنتكلم ببساطة للمواطن بنقول له أن مصر بترد بصيغة بتقول له إحنا فاهمينك كويس وإحنا عارفين استفزازك، أنت شغال على الاستفزاز لكن إحنا مش هنستجيب لهذا الاستفزاز، لأنه الاستجابة لاستفزاز نتنياهو حضرتك صحح لي أن أنت حققت له اللي هو عاوزه. ده حقيقي، مش كده؟ ده حقيقي. مصر الحقيقة مصر بتمارس أقصى درجات ضبط النفس في التعامل. هي. لأنه لا يمكن أبدا أن تستجيب لفكرة تصعيد اللي بيسعى إليه نتنياهو. نعم. وتحويل المنطقة إلى برميل بارود. هو عايز يوصل لده طبعا. فلو استجابت مصر لهذا الاستفزاز هتبقى ساعدته. بالتأكيد بالتأكيد، مصر دايما دولة داعية للسلام وداعية للتنمية، لكن لديها أيضا قوة الردع السياسية التي تستطيع من خلالها صون الأمن القومي المصري. نعم. ويمكن التحذيرات السياسية اللي بتصدر عن المؤسسات الرسمية المصرية بتؤكد هذا الأمر، إنه اتقي غضب الحليم. اتقي غضب الحليم، ده فحوى هذا البيان، انه بالتأكيد نحن نمتلك الصبر وضبط النفس، ولكن نعم. لدينا ايضا من السيناريوهات طبعاً. ما نستطيع ان نرد به ولكل حدث حديث. تمام، بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن سلامة استاذ العلوم السياسية.